بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كيف الحال؟ كيف الصحة؟ كيف المعنويات؟ شو الاخبار وكيف المحاضرات الماضية؟ لساتنا في تشابتر الليبر اللي هو تشابتر السادس من مريم وسارة 2. هناخذ في المحاضرة هاي ترايل اوف ليبر، اللي هي شو الفكرة منها؟ اني اعطي المريضة الحامل او الست الحامل فرصة انها تولد فاجينالي، ما اتسرع واروح اوديها على السيزيريان، اسوي لها سيزيريان، اعطيها فرصه انها تولد فاجينالي. ليش؟ هنعرف بالمحاضره. زي ما احنا نعرف احمد صالح في كثير ميديكال ستودنت، الايميل رقم التليفون. ايه شو تعريف الترايل اوف ليبر؟ انه ان اعطاء الست فرصه انها تولد فاجينالي ان سبونتينيوس ليبر، في حاله انه يكون مايد تو مودريت ديجري من السيفالوبلفيك ديسبروبورشن بس نوت سيفير، وصار عندي المولدنج ونقصان بالهيد مالت الطفل 1 سنتيمتر والبلفيك توسع نص سنتيمتر. احنا حكينا في محاضره الاناتومي انه في عندنا جوينت والجوينت في سلايتلي موفمنت، فممكن هدول يوسعون الحوض نص سنتيمتر مع وجود الاكوموديشن اللي هي المولدنج، يصغر الهيد ويكبر الحوض. مع ذلك في عندنا سيفالو بلفيك ديسبروبورشن، مش قادر الطفل يطلع بس من نوع مايد تو مودريت نوت سيفير ديجري. تمام، متى نطبق هذه الترايل اوف ليبر؟ لما ما نكون متأكدين انه الست قادرة انها تولد فاجينالي، في عنا شاكين انه في عنا سيفالو بلفيك ديسبروبورشن ومش متأكدين انه تقدر ولا ما تقدر، بهاي الحالة بنسوي ترايل اوف ليبر. تمام، طبعا لما نسوي ترايل اوف ليبر لازم يكون المشرف عليها اوبستريشن، ما يكون جينيور ولا يكون واحد بالريزيدنس، لازم يكون obstetrician. تمام، الليبر should be monitored carefully. ليش؟ عشان نشوف the progressive changes بالdilation والstation عن طريق continuous fetal heart rate monitoring والpartogram. تمام، if sign of a prolonged or obstructed labor صارت، شو نحول المريضة لشنو؟ بنحولها لسيزيريان. فبالنهاية انا اعطيها فرصة بحيث انه لو ظهرت اعراض لprolonged labor او obstructed labor احولها سيزيريان. لو ولدت الطفل طبيعي خلاص ولدت، فنعطيها الفرصة، نجحت في الفرصة اللي اعطيتها اياها هيها كان بها، ما نجحت احولها سيزيريان. فبالنهاية انا خلاصة الكلام اللي اقوله انه الفيزيشن بيسمح بانيشيشن اوف سبونتينيوس ليبر، وممكن كمان مش سبونتينيوس يكون اندكتد ليبر خلال اعطاء الاكسيتوسين. لو فشلت هاي المحاولة احولها سيزيريان. بس هذا هو خلاصة المحاضرة. طيب ليش انا ما اعطي المريضة، ما ليش احنا نفضل spontaneous labor؟ ليش ما انا اقول خلاص شاك في cephalopelvic disproportion احولها cesarean على طول عشان امنع حدوث complication multi cesarean section؟ لهيك انا افضل انها تولد spontaneous labor، واذا ما نجحت احولها cesarean بحيث انه اعطيها فرصة. لو ما 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 صارت الفرصة السامحة انها تولد خلاص راح انجبر سيزيريان واتحمل الكومبليكيشن مالت السيزيريان، او تتحمل الست الكومبليكيشن مالت السيزيريان. هسا بالسلايد تبع الادفانتج نعرف شو الكومبليكيشن مالتها. مثلا الستات اللي عندهم سوت اكثر من واحد سيزيريان سيكشن، يعني كل ما زاد عدد مرات السيزيريان اللي سويها الست بيكون الكومبليكيشن على الست اكثر،
ناخذ مثال، ناخذ مثال لو صار عندنا 3 مرات الست عاملة سيزيريان، بعد ذلك المورتاليتي على الأم والطفل تزيد 50%. فالشغلة مش 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 مزحة. شو الأدفانتج مالت الترايل أوف ليبر؟ في 11 أدفانتج على الأقل طبعاً. Decrease cesarean section rate. صدقا لو نسوي إحصائية في الكرك الحكومي على معدل السيزيريان سيكشن أتوقع يتجاوز 60%. صارت موضة عندنا في الكرك الحكومي السيزيريان سيكشن. هي أسهل؟ لا مش أسهل. صحيح الفترة الزمنية خلال غرفة الولادة أقصر، ولكن إنها تقعد في المستشفى راح تكون أطول. ف الشغلة بدها فولو اب كمان بدها في المستشفى يعني على عاتق الطبيب. فالشغلة مش شغلة انه والله انا خلاص ولدتها وخلاص، لا، في متابعة بعد، فولو اب بعد عملية السيزيريان. ديكريز الماتيرنال اند فيتال موربيديتي. لو نقارن الماتيرنال موربيديتي بالسيزيريان مقارنة في الفاجينال، هنلاقي انه السيزيريان سيكشن الموربيديتي للمذر تقريبا 21%، بينما الفاجينال 4%، يعني 5 أضعاف الموربيديتي بتصيب الأم والطفل مقارنة في الفاجينال. مش 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 مزحة كمان. أعرض للمورتاليتي إنها تموت الست لو كنا نحكي عن سيزيريان سكشن 30 ست من كل 100,000 تموت، مقارنة في الفاجينا تقريبا 3 يموتون بال100,000. معنى ذلك في 10 أضعاف زيادة في المورتاليتي ريت في الأم لما نسوي سيزيريان. مش هذا يستاهل إني أحاول أولدها سبونتينيوس ليبر ترايل أوف ليبر أعمل؟ فكل الأرقام تخوف. يعني لما تقول 5 أضعاف السيزيريان يصير عندنا موربيديتي في الطفل والأم، مورتاليتي 10 أضعاف، ديكريز الفيتال مورتاليتي لو ولدناها أو سوينا ترايل أوف ليبر، يصير في عنا less likely to deliver premature fetus، الفاجينال less costly مقارنة في السيزيريان، less respiratory complication، less risk of asthma later on in the life للفيتس نفسه. ليش؟ لأنه زي ما احنا نعرف إنه عملية الولادة يصير فيها compression للفيتس. هذا الكومبريشن يؤدي إلى compression للتشست مالت الطفل. compression للتشست حيطلع اللان كل الفلويد اللي فيه، الأمنيوتيك فلويد اللي محوشاها. معنى ذلك إنه راح يصير في عندنا respiration أبكر. عدا ذلك الستريس كونديشن بحد ذاته يزيد الستيرويد سيكريشن كورتيكوستيرويد، وهذا يحسن من السيرفاكتنت فانكشن. ايضا من الايجابيات انه نسوي spontaneous labor مقارنة في السيزيريان انه يقلل من الجوينتس النيونيتال جوينتس، يزيد من الكونتاكت ما بين البيبي والمذر. ليش؟ لانه مش قصة سيزيريان سكشن، لا، سيزيريان سكشن بدها جنرال انستيزيا، وعبين ما تصحى الست من الجنرال انستيزيا ويصير في عنا السلافة بتطول، فعبين ما يصير ريكفري للمذر نكون احنا نخلينا الطفل في الـ NICU بعدين نجيبه للثاني او ثالث يوم من العملية. بينما في الفاجينال ديليفري خلال العملية او خلال الولادة احنا نعطيه الطفل ويصير في عنا كونتاكت ما بين المذر والبيبي اللي يحسن من البريست فيدينج وبيتر انيشيشن للبريست فيدينج زي ما قلت. فهذا إيجابيات تستاهل هذن الـ 11 إيجابية على الأقل إني أسوي ترايل أوف ليبر وما أستعجل إني أحولها سيزيريان. الشق الثاني من المحاضرة راح نتكلم به عن طريقة توليد فاجينالي بعد 1 سيزيريان سكشن. في شغلة لازم نكون متفقين عليها من هلأ وحنشرحها مرة ثانية لما أشرح محاضرة السيزيريان، آخر محاضرة يمكن في محاضرات الليبر اللي هي سيزيريان سكشن. لو عندي 1 سيزيريان سكشن ممكن اولد بعدها فاجينالي، تمام؟
بينما لو عندي اثنين سيزيريان سكشن صارن ممنوع اولد فاجينالي. تمام لهسه؟ حلو. فالفي باك والتولاك هذول مصطلحين مرتبطين في بعض. الفي باك اللي هو فاجينال بيرث افتر سيزيريان سكشن، والتولاك الترايل اوف ليبر افتر سيزيريان سكشن. نعرف كل مصطلح على شو يدل. الفاجينال بيرث افتر سيزيريان سكشن اللي هو practice of birthing of baby vaginally after previous one cesarean، يعني انه تمت ولادة الطفل vaginally وقبلي في طفل انولد cesarean. تمام لهسه؟ يعني انولد ولا ما انولد، تمت ولادة الطفل. يعني الاحداث حتصير كالتالي، انه الام عندها ولادة سابقة cesarean وحملت، وهذا الطفل ولدته فاجينالي، حنحكي عنها هاي الست في باك. تمام. وكيف نشخصها؟ ريتروسبكتيف. كيف؟ لازم نسوي ترايل اوف ليبر او اللي حنسميها هسه تولاك، ونجحت نسميها في باك. التولاك شو هي؟ محاولة توليد الست فاجينالي بعد وان سيزيريان سكشن، محاولة تجريب. لو نجحت هسميها في باك، لو فشلت هحولها سيزيريان بس. فالمحاولة هي تولاك، لو نجحت هنسميها vaginal birth after cesarean section اللي هي في باك. فالفي باك هي ريتروسبكتيف، يعني التولاك تكون اولا، واذا حدثت الولادة تسمى في باك، كتحصيل حاصل تكون في باك. عشان نعمل نجرب التولاك لازم يشترط ثلاثة شروط أساسية يكونوا متحققات. الثلاث شروط: ما في سيفالوبيلفيك ديسبروبورشن، أي نوع من أنواع السيفالوبيلفيك ديسبروبورشن ممنوع يكون، ومقارنة في الترايل أوف ليبر اللي ما يسبقه سيزيريان سيكشن ممكن تصير في المايل تو مودريت سيفالوبيلفيك ديسبروبورشن، بينما لو صارت سيزيريان سيكشن واحدة ممنوع اسوي التولاك لو عندي سيفالوبيلفيك ديسبروبورشن، وما يكون عندي كونترا انديكيشن اني اسوي نورمال فاجينال ديليفري. ليش انا ما اسوي تولاك لو كان عندي سيفالوبيلفيك ديسبروبورشن؟ عشان اقلل فرصه حدوث اليوتيراين رابتشر. الشغله الثالثه، الشرط الثالث اللي نضيفه اللي هو يكون عندي لو ريسك اند هيلثي ماذر. تمام. نسبة السكسس ريت للتولاك بعد الوان سيزيريان سيكشن 75%، كل أربعة سووا سيزيريان وان نسبة انه تنجح التولاك وتصير في باك ثلاثة من كل أربعة. هذول المنحنيات اللي بتدلنا انه كمية السيزيريان سيكشن قاعد معدلاتها يزيد، الفاجينال ديليفري الفي باك قاعد تقل، وهذا والسيزيريان سيكشن كلها تزيد مالت بزيادة السنوات. صارت موضة صدقا في عنا في الكراك الحكومي موضة، يعني أتوقع من كل 10 نساء لو بدون مبالغة 6 إلى 7 بيكونوا سيزيريان. أنا ما ببالغ صدقا. شو البنفيتس إني أسوي في باك، يعني أسوي تولاك وتنجح؟ شو البنفيتس؟ في 7 بنفيتس. ما في سيرجري، ما عرضت المريضة للسيرجري اللي هي سيزيريان سيكشن، ولا الكمبليكيشن مالت السيرجري التخدير وال والتبعيات مالتها. شورت لينث بالهوسبيتال، لانه لو صارت سيزيريان وسيرجري لازم يصير الفولو اب ولسه الريكفري، كله هذا عبء على المستشفى. ايرلي بوست بارتم ريكفري، ليس بلاد لوس، كونتاكت مع البيبي والمذر، فيو بريثينج بروبلم لانه صار عندنا ديستريس بسبب الفاجينال ديليفري، ريديوس انسيدنس للسيزيريان سكشن. شو مشاكل التولاك والفي باك؟ اول شغله انه تفشل، سوينا التولاك وما صار عندنا ديليفري ففشلت، وهي نسبتها 30% اللي حكيناها قبل شوي 25%. رابتشر لليوتيرس، لذلك يشترط انه يكون low risk and healthy woman،
no cephalopelvic disproportion, no contraindication for vaginal delivery عشان نقلل من فرصة هذا الريسك اللي هو الركتشر لليوترس. قسموهم نسبة حدوث ربتشر يوترس باللور سيجمنت سيزيريان سيكشن. لو كانت السيزيريان الأولى باللور سيجمنت نسبتها 1%، ولو كان أبر سيجمنت أو اللي بنسميها كلاسيكال سيزيريان بتكون 4% وممكن توصل ل 10%. ممكن يصير إنه في تلدث. شو الفاكتور اللي بتأثر على الريت أوف uterine rupture أو rupture of the uterus؟ في عنا عوامل. واحد بيقلل من الrupture لليوترس اللي هو prior VBAC. سوينا VBAC سابقة ونجحت، فالVBAC الثانية حتكون معدل حدوث rupture uterus فيها أقل. وفي عوامل تزيد من خطر حدوث rupture of uterus اللي هم previous cesarean، وتعتمد على التايب وتعتمد على النمبر لو كانت low segment أو upper segment. ال infection يكون إن uterine infection بتزيد من فرصة حدوث uterine rupture. induction of labor بتزيد ال contraction of the uterus بتزيد خطر rupture of the uterus. excitocinus اللي هو induction of labor. inter pregnancy interval الفترة ما بين الحمل اللي سوت في السابق اللي في cesarean والحمل الحالي أقل، أو الولادة السابقة والولادة الحالية الفترة ما بينهم أقل من 18 شهر، فهذا إنه لساته الجرح جديد ما صار التئام. معنى ذلك خلال uterine contraction ممكن يصير إنه rupture لليوترس. تمام، شو المانجمنت أوف ليبر؟ هنعتمد على الأمريكان كوليج أوف جاينيكولوجي of obstetric and gynecology guideline الحديث اللي هي آخر guideline 2017. عشان أعمل تولاك لازم تتحقق الكريتيريا تبعت الguidelines تبعت الامريكان كوليج of obstetric and gynecology. شو هن الشروط؟ هذن الخمس شروط. انه تكون عدد السيزيريان سيكشن السابقة 1، هي واحد. الشرط الثاني لازم نسوي consulting before قبل المحاولة. لازم أفهم الست شو الريسك فاكتور، شو البنيفيتس، شو مآلها على الفيرتيليتي بالمستقبل وهيك. الشغلة الثالثة ما أعمل ترايل أوف ليبر أو التولاكسوري إلا في الهوسبيتال. الشغلة الرابعة تكون أندر أوبزرفيشن للأوبستاتريشن، لا يكون جونيور ولا ريزيدنت. يكون spontaneous labor is preferred. ممكن نستخدم الاكسايتوسين بس بالنهاية احنا بنفضل يكون spontaneous labor. فالمانجمنت في النهاية المانجمنت اوف ليبر بالنهاية زي الروتين مانجمنت العادي اللي اخذناه في محاضرة المانجمنت اوف ليبر. الانالجيزة بنستخدم اوبيديورال زي العادي، بنسوي internal continuous CTG monitoring. اكسايتوسين ممكن نستخدمه ولكن بحذر عشان risk of rupture لليوترس، ومونيتورينج لازم يكون عن طريق الأوبستاتريشن. شو الفاكتور اللي بيزيد من النجاح أو إني لما ألاقيها بنبسط منها، إنه بحط في بالي إنه التولاك راح تنجح؟ يكون عندنا prior vaginal delivery، prior VBAC، spontaneous labor، favorable cervix عن طريق البوشب سكور بحسبه يكون أكثر من 7 أو يساوي 7، non-recurring previous cesarean يعني يكون بس previous one cesarean ما يكون أكثر من one، معنى ذلك التولاك تكون فرصة نجاحها أكثر، و preterm delivery. تمام، نيجي هسا على الفاكتور اللي لما ألاقيها بحط إيدي على قلبي إنه التولاك مش راح تنجح، راح أحول الست لسيزيريان. إنه يكون obese woman، البادي ماس إندكس أكثر من 30، تكون قصيرة أقل من متر ونص، يكون الطفل كبير أكثر من 4.2 كيلوغرام، كريز الأيج أكثر من 40 سنة. ليش؟ لأنه اليوتيراين كونتراكشن بالعمر الكبير بيصير ضعيف، وبالتالي ما راح يصير في عنا
ديسيندينج كويس للبيبي ويصير عندنا برولونج وبالتالي اوديها سيزيريان. اضطر استخدم اندكشن للليبر ما يكون سبونتينيوس، هذا بقلل من فرصه نجاح التولاك. ريكرنت سيزيريان بتصير كونترا انديكيشن، مش بتقلل السكسسفول ريت، كونترا انديكيشن. لما يكون عندي 2 سيزيريان سابقات او اكثر ممنوع استخدم التولاك. وبالاضافه لو كان الفتره ما بين الاحمال زاد الوزن فيها 15 كيلو بحط ايدي على قلبي انه مش راح تنجح. جستيشنال ايج بوست ديت اللي هو اكثر من 41 ويكس، وتكون الام ديابيتك لانه فرصه حدوث ماكروزومي عاليه وشولدر ديستورشي عالي. هيك خلصنا المحاضره، كثير لذيذه وحلو الواحد يكون مثبتها صدقا عشان ينصح المجتمع والستات، عشان صدقا صارت السيزيريان سكشن موضه خصوصا في الكرك الحكومي. ودكاترة عندنا في الكرك الحكومي بحسهم مع رغبة مع رغبة المريض، مش هو اللي عارف الريسك فاكتورز وبيقيم الحالة. لازم يكون واحد عارف البينيفيتس والريسك، ما وخصوصا لو صار 2 سيزيريان سكشن زي ما قلنا في المحاضرة ممنوع أسوي فيجينال ديليفري، خلاص هحكم عليها كل الولادات السابقة التالية هتكون سيزيريان. ولو كانت بدها تحمل كثير انا بمنحها من هذا الاشي. فصدقا الشغلة مش مزح. وخمسة سيزيريان سيكشن انا بقص الفالوبيان تيوب وبسوي اللايجيشن، معنى ذلك مش راح تخلف بعد ذلك خلاص ابدا. فلازم يكون في عنا وعي بهذا الموضوع صدقا. بالموفقية يا رب. اي سؤال اي استفسار بعتولي انا جاهز.